انا بسجد لسيدنا الحسين؟ لا. بعبد سيدنا الحسين؟ لا. لا. بقدم له صلاة بصلي له يعني؟ لا. كانوا بيعملوا كده في الوثنية الجاهلية، الشرك اللي جاء الإسلام ونسفه. تمام. أمال أنا بقول له ادعي لي ليه؟ زي هل الآن العبادة في السجود في الركوع في الصلاة وبس؟ يعني ليست في النذور، ليست في الدعاء كما قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ألم يأمر الله عز وجل أن ندعوه مخلصين له الدين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فالدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فالدعاء عبادة، وقال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون. إذن فالدعاء عبادة، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، الآية الشاهد أنه لما قال أعتزلكم وما تدعون قال الله فلما اعتزلهم وما يعبدون، فالدعاء هو العبادة. الآن هذا الدعاء عندما يدعو الميت سواء كان نبيا أو وليا أو غير ذلك من هذه التي تعبد من دون الله عز وجل، حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا يدخل في صرف العبادة لغير الله عز وجل أم لا؟ لكن علي جمعة ومثله لهم آراء أخرى.